نص السماء لينا والبحر. ذهبت لينا مع أسرتها إلى شاطئ البحر ورأت رجلا يرمي الشبكة في الماء ثم يخرجها من البحر ويجرها نحو الشاطئ. اقتربت لينا من الرجل فرأت سمكا كثيرا في الشبكة. سألت لينا الرجل: ماذا تفعل بهذه الأسماك؟ أجابها: آخذ بعضا منها لعائلتي وأبيع الباقي في السوق، فأنا صياد سمك. نجيب شفويا: أين ذهبت لينا مع أسرتها؟ إلى شاطئ البحر. ماذا كان الرجل يفعل؟ يرمي الشبكة في الماء ثم يخرجها من البحر ويجرها نحو الشاطئ. ما مهنة الرجل؟ صياد السمك. ماذا يفعل الرجل بالأسماك؟ يأخذ بعضا منها لعائلته ويبيع الباقي في السوق.